عليكم ما نطولش، فخلونا نبدأ. أنا بدأت ريكورد، يلا بينا. نبدأ أنا بدأت الرحلة. ريكورد. تمام، يلا بينا، أتوكل على الله. أعتقد السيشن دي القديم معانا إحنا اتكلمنا في موضوع الغضب قبل كده، بس خلينا نتكلم فيه تاني من منظور شوية مختلف، يعني لحد ما تمام، احنا اتكلمنا فيه قبل كده فعلا يا دعاء، بس في ناس كتير طلبته بعد ما بقى، يعني بعد كتير مرات اتكلموا كتير في موضوع الغضب، ازاي اتحكم في نفسي، ازاي اتملك نفسي، ازاي. فانت هتكلمينا بقى من ناحية تانية صح كده؟ هكلمكم هنتكلم النهارده يعني عن غالبا عن نفس الموضوع، لكن هنضيف له كده بعض الاضافات لبعض المصطلحات او بعض المفاهيم يعني الجديده علينا. طبعا اولا ثواني بقى عشان في حضانه فتحت جنبي، ممكن تدخل اوكي. بقى هعمل ميوت بسرعه عشان هنتكلم النهارده عن تعريف الغضب، وهنتكلم عن انواع الغضب وليه اصلا بنغضب. طيب ولو غضبت بقى ازاي اتعامل مع غضب؟ تمام، دي اللي احنا ده مين اللي احنا هنتكلم عنه يعني. طيب اول حاجه، الغضب هو شعور انساني طبيعي يظهر فيه سلوكيات وافكار عدائيه. هو الغضب بس مشكلته ان سمعته وحشه، يعني سمعته وحشه. لا برضو يا جماعه هقفل تاني، معلش لا دعاء، مضطرة تعملي ميوت تاني، استني شوية. مضطر اعمل ماشي. ميوت وادخل بقى، يعني انا كده هضطر ادخل. احنا قلنا الغضب هو ولا يهمك. شعور طبيعي انساني طبيعي جدا، ولكن هو سمعته وحشه. يعني ايه سمعته وحشه؟ يعني دايما الناس تقول انا مش عايزه ابقى عصبيه، او انا ده فلان ده عصبي، وكان دي يعني ايه سبه، وكان مشاعر الغضب حاجه مش انسانيه او مش المفروض نغضب. الحقيقه ان الغضب شعور زي اي شعور ربنا خلقه جوانا، ما فيش فيه حلال وحرام وعيب وغلط وصح. يعني زي ما احنا بنغضب احنا بنحب وبنحس بالسعاده وبنحس بالاحباط وبنحس بالقلق، كل المشاعر دي ربنا خلقها جوانا. فما ينفعش اقول لحد ما تتعصبش، ما ينفعش اقول لحد انت مش من حقك تعمل، لا هو من حقه يحس. انما ايه الاشكاليه بقى؟ انما ايه اللي بيحصل دايما عندنا؟ الاشكاليه في السلوك. طيب فدي نقطة مهمة، إن إحنا الغضب هو بيدينا إحساس بالسلبية أو ما بنبقاش مبسوطين قوي، لكن هو شعور إنساني، يعني أنا بزداد إنسانية مع مشاعر الغضب ومع أي شعور بحسه، أنا كده إنسان، أنا كده حي، تمام، مفعم بالحياة. طيب إمتى يكون الغضب سلوك محمود؟ ده سؤال عايزاكم كده تفكروا فيه. يعني احنا بنقول الغضب سلوك عادي جدا طبيعي، لكن المشكله في سلوك الغضب. طب هل في اوقات بتيجي بيكون الغضب سلوك الغضب سلوك محمود او مقبول او يعني حاجه كويسه؟ ايه رايك؟ لا انتوا طالعين من رمضان نايمين وانا كده هبدا بقى ايه اقلق عليكم. لا فوقوا ارجعوا كده اعملوا ريفريش. السؤال واضح ولا مش واضح الأول؟ واضح ده. واضح. إمتى يكون سلوك الغضب سلوك محمود بالعكس مطلوب؟ حد رنا بتقول لك لما يكون الغضب لصالح موقف إيجابي أو للحق. أو للحق. لما تمام، حد عنده رأي تاني؟ لما أكون برفض به ظلم. تمام، تمام. طيب الحقيقة الغضب فعلا زي ما انت قلت، كل الحاجات اللي انت قلتوها، الغضب في منه محمود وفي منه مذموم. المحمود اللي هو غضب للحفاظ على الأرض أو العرض أو المال أو الظلم أو كل حاجة بتأذيني، زي ما احنا في الأجواء اللي احنا فيها الفظيعة اللي احنا شايفينها كلها غضب. هل من حقهم هنبدأ بقى نقول لهم ينفع نيجي نقول لهم لا ما تغضبوش، أصل استنوا بس هنعمل استراتيجيات وتكنيكس؟ دعاء لا طبعا. دعاء معلش ثانية، أعمل ميوت؟ الصوت صوت جامد. طيب شوفيهم طيب عايزين ايه. تعالي جماعة هم لوحدهم النهاردة فمتألقين، يعني طيب هتعدي هتعدي ان شاء الله. عادة بيبقى في حد معاهم فالنهاردة هم استحملوا لا بقى لا معايا. مش معلش. فمثلا فده غضب محمود ولازم واساسي وضروري، ما ينفعش ننكره، ما ينفعش نقول لا استنى خد نفس بس وعد من 1 لـ10، ما ينفعش نتعلم فيه اي تكنيكس. زي مثلا ما تكون احنا انت ماشيه في الشارع وحد حاول يخطف ابنك منك، هتبداي ساعتها تقولي لا اخد نفس وعد ومش عارفه ايه وهدى؟ لا خالص، هو انت عقلك
اوتوماتيك هيبدا ياخد اكشن. تمام؟ ليه؟ لان هو ربنا خلق كده. فعشان كده الغضب المحمود ده يعني مشاعر الغضب المفروض نحترمها، لان هي بتزيدنا انسانيه وبتزيدنا كرامه وبتخلينا ندافع عن حقوقنا. تمام؟ فدي حاجه مهمه، نقطه مهمه عايزاكم كمان تركزوا فيها مع اولادكم. عايزاكم تركزوا فيها مع اولادكم. استنوا بقى، انا هجيب لكم ادم، واضح ان انا هجيبه يحضر معانا السحر. ثانيه. تمام. فلما انا هتعرض للموقف ده عقلي مش هيبدا يقول لي لا يا دعاء استني خدي نفس واهدي، لا دايما هيبقى في حاجه في الدماغ اسمها fight or flight respond. يعني ايه؟ يا fight او flight او freeze. عقلي بياخد دي حاجه في الدماغ، يعني دي حاجه علميه هشرحها لكم يعني قدام شويه. فاذا لما يجي عند ارضي او في حد هينتهك عرضي او هيسرق بيتي او هيسرق ارضي او ايا كان، فساعتها الغضب محمود. بالعكس، انا لو ما غضبتش يبقى انا في مشكله في فطرتي. يعني كان في حديث، هو يقال ان الحديث ضعيف، بس الاحاديث الضعيفه احنا برضو يعني بيقول يعني بنعمل بها، يعني المهم ان هو مش من الاسرائيليين. المهم الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكه باهلاك قريه. تمام؟ فالملائكة رجعت لربنا وقالت له يا رب ده فيها فلان، ده عابد ما بيعملش حاجة خالص غير ان هو بيتعبد. فربنا سبحانه وتعالى امرهم يهلكوه الاول. ليه؟ لانه يعني كده نص الحديث لم يتمعر وجهه غضبا لله، يعني ما غضبش مرة، وشه ما احمرش مرة غضب، يعني هو واخد الامور ببساطة. فبالتالي ده غضب محمود. اه طبعا محمود، وده انساني جدا، وده اللي بيحمينا. تمام؟ والاشكاليه بقى بتحصل في ايه؟ يعني دي نقطه بقى خلاص احنا خلصانين منها. النهارده هنتكلم عن ايه؟ عن الغضب المذموم، الغضب اللي هو عمال على بطال، الغضب اللي احنا بنستثير فيه اللي هو fight or flight respond من غير اي داعي، الغضب اللي بيخليني اخسر علاقاتي او اللي بيأذيني او بيأذي ولادي. فدي نقطه مهمه، ده اللي احنا محور ان شاء الله السيشن النهارده يعني. طيب ازاي بيحصل؟ ليه بيحصل غضب؟ ليه ببقى متعصبه دايما ومش طايقه نفسي ودايما متوتره ودايما مش عارفه اسيطر على انفعالاتي؟ في نقطه مهمه حابين يعني تبقى واضحه في دماغنا، عشان احنا ساعات بنقعد نقول لنفسنا ايه، اصل احنا عصبيين، دي وراثه. اولا العصبيه مش وراثه، يعني دي حاجه مكتسبه. فكره اداره الغضب دي مهاره بتكتسب خلاص. فبالتالي ما اقعدش انا ابرر لنفسي واقول ايه، اصل احنا انا موجوده في بيت عصبي، او يعني او انا مش هقدر اسيطر خلاص. اه فعلا ان انا اتولد في بيت عصبي بيخليني عصبيه، لكن انا بقدر اسيطر. يعني اداره الغضب مهاره، الغضب مهاره تكتسب. طيب ايه ازاي بيحصل الغضب؟ بيحصل من فكره، شعله كده، شعله صغيره هي بتبقى السبب. لو سيطرت عليها ساعتها سيطر على الغضب. يعني افكار اللي بتحصل في دماغي وقت الغضب لو سيطرت بس عليها هقدر اسيطر على الشعور وهقدر اسيطر على السلوك. طب تعالي ندي مثال كده ونشوف. ولادي زي ما انتم شايفين كده مبهدلني، مش عارفه اعمل ايه. تمام؟ لو الفكره اللي انا حطيتها دلوقتي في دماغي ان هم اصلا مش متربيين وانا مش عارفه اربي وهم مش بيقدروا وهم مش عارفه مش بيعملوا ايه، هيبدا الشعور اللي يتولد جوايا غضب. هبدا اقوم ايه، يبقى صوتي بقى يعلى، ونبدا نستخدم التكنيكس بقى اللي احنا عارفينها كلنا، الضرب بقى والشتيمه وكده. فبالتالي لكن لو انا قلت فكره ان هم زهقانين وهم قاعدين لوحدهم، فهبدا يبقى في تفاهم ومشاعر تفاهم ومشاعر ايه، تقدير للموقف وخلاص، وعدى بهدوء. فبالتالي افكارنا، جوزي جه متاخر عن الميعاد اللي قال لي عليه، هو قال لي انا جايه على الغدا فجاي على العشاء. تمام؟ لو الفكره بتقول لي، لو الفكره بقى بدا بقى ايه اللي هو ايه، لا ده ما اكيد اصلا مش مهتم بيا، اصلا مش فارق معايا زعلي، اصلا هو صحابه اهم مني، تلاقيه قاعد على القهوه، تلاقيه قاعد مش عارفه مين، ما كل الناس اهم، تلاقيه عدى على مامته وسابني، ما انا مش. لو دي الافكار تاكدي ان سلوكك هيكون سيء جدا. وعشان كده، وده سبحان الله على فكره الكلام ده علمي جدا في البوزيتيف سايكولوجي، كمان في السنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، التمس لاخيك 70 عذرا فان لم تجد فليعيب فيك. يعني ايه؟ يعني مثلا جوزي اتاخر عن ميعاده، خلينا في عن ميعاده، لو انا ما عرفتش التمس له 70 عذر يبقى انا عندي مشكله، يبقى انا عندي مشكله في سوء الظن. تمام؟
فبالتالي هي الفكره اول ما اسيطر عليها، وانس ان انا سيطرت عليها هتلاقي شعوري جيد، يعني مش حاسه ان انا متعصبه قوي، متوتره قوي، مخنوقه قوي، فبالتالي هقوم اكسر البيت وهد الدنيا عليه وهخلي يوم النهارده مش معاك. مش هيحصل ده، هيحصل العكس، هيكون في تفاهم. حتى لو في عتاب هيكون عتاب بحزم، حتى لو في غضب هيكون في غضب حازم زي ما احنا هنتكلم كمان شويه. فدي نقطه مهمه جدا 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 لاي حد عايز يسيطر على غضب. او عامه يا جماعه فكره الافكار، افكارنا اللي في دماغنا دي مش انتوا مش متخيلين قد ايه تاثيرها على سلوكنا. فبالتالي احنا لازم نكون مركزين قوي مع افكارنا، لازم، يعني دي حاجه مهمه وضروريه جدا. طيب في كلما كبرت الاهداف والمعاني لحياتنا كلما استطعنا السيطره على افكارنا ومشاعرنا وبالتالي سلوكنا. واحنا اتكلمنا قبل كده عن السيشن، في السيشن بتاعه الضغوط، عن فكرة الـ purpose والـ meaning، إن إحنا نعيش عندنا معنى للحياة، عندنا نية، عندنا هدف. كل ما أنا كل حاجة بعملها ليها هدف، فكل ما بالتالي أفكاري بتبقى راقية ومشاعري بتبقى قادرة أسيطر عليها. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي هدف، وإحنا قلنا المثال ده قبل كده، لو أنا عندي هدف إن أولادي يطلعوا أسوياء نفسية، تمام؟ أنا نفسي أولادي يطلعوا أسوياء وحاسين بالحرية وعايشين طفولتهم وعندي معاني كده كبيرة وحلوة، تمام؟ لو ابني كسر اللعبه او بهدل اوضته، مش الدنيا بقى هتتقلب وتقوم بقى مش هيكسر الدنيا. هبقى انا متفاهمه ان الاصل في الطفوله اللعب، وهو لازم يستمتع بطفولته، والاستمتاع ده قد يكون ان هو عنده حب اكتشاف. فبالتالي هتبقى المشاعر ايه؟ متضايقه ان الشقه كركبت، لكن تحت السيطره، تمام؟ مش متفاهمه، فيها قدر من التفاهم، وبالتالي مش هقوم ارن معلقه، تمام؟ يعني مش هيبقى ده السلوك. فكل ما حطيت هدف للحاجات اللي في حياتي، كل ما كانت حياتي ابسط ومشاعري اهدى، واللي هما بيسموه الانر بيس، عندي سلام داخلي، قادره اتفهم المواقف. يعني عندي نيه في علاقتي بجوزي، عندي هدف في اسرتي اللي انا عايشه فيها دي، مش بالنسبه لي هي مقدراني وانا مقدره وانا الخدامه وانا الشغاله. المفاهيم دي غلط، المفاهيم دي بتولد كميه مشاعر سلبيه مش حلوه، بالتالي بيبقى دايما سلوكي في البيت مضغوطه، مش طايقه نفسي، قرفانه. في الشغل انا موجوده في الشغل 8 ساعات، لو انا دايما طول الوقت افكاري سلبيه عن الشغل اللي انا فيه، هيبقى دايما مشاعري سلبيه، هيبقى دايما سلوكي سيء جدا. فدي النقطه، كل ما حطيت هدف ومعنى للي انا بعمله، كل ما كان انا قادره برضو افكاري ومشاعري اسيطر عليه. طيب لحد هنا حد عنده سؤال او حاجه؟ تمام. أنواع الغضب، يعني الغضب أنواع كتير. غضب سلبي، طبعاً إحنا هنسيبنا بقى من النوع اللي إحنا قلنا عليه المحمود ده، وقلنا ده يعني ده دي حاجة تانية. دلوقتي الغضب المذموم، تمام؟ في ثلاث أنواع. أول نوع الغضب السلبي، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو حد يزعلك مثلاً، فتلاقي نفسك سكتي مواجهتوش، بس أنتي بتتكلمي عليه من وراه، بس أنتي بتلقحي عليه بكلام، بس انتي ممكن تبعتي مسج تحرق الدم، بس انتي، تمام؟ ده اسمه غضب سلبي، وتقعدي تحرقي في دمك، وتقعدي بقى انتي ضربات قلبك سريعه بقى، وانتي تكتئبي، والمود ده كله ده اسمه غضب سلبي، لان هو مش مباشر، ما انتي ما بتعبريش عن رايك. نوع تاني، نوع الغضب العدواني، اللي هو الغضب بقى اللي هو انا هكسر واشتم وهطلع بقى الطاقه، يعني انا ماليش دعوه، انا مخنوقه، فانا هطلع اللي جوايا كله، تمام؟ ده اسمه غضب عدواني، لان هو ليه عدواني؟ لان هو عاده بيأذي الناس اللي معانا، يعني الناس اللي حوالينا بيتأذوا. الغضب الحازم، وده اللي احنا المفترض ان احنا كلنا نشتغل عليه، ان احنا يبقى عندنا بنغضب وبننفعل، بس غضب حازم، يعني نوع من انواع يعني باخد موقف لكن بحزم، ما بخليش اللي قدامي يمسك عليا كلمه، ما بخليش اللي قدامي اذيه نفسيا ولا 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 ايه يعني ولا جسمانيا لو في حاله ولادي يعني. طيب الغضب السلبي والغضب العدواني هم أسوأ أنواع الغضب، لأنهم دايماً بيظهروا أسوأ ما في الإنسان. يعني أنا أفتكر قصة حابة أحكيها لكم، يعني وإحنا جايبين دي، تكلم وأنت غاضب فستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك. فعلاً الناس اللي هي بتفلت كده منها، فتلاقيها بقى إيه بتقول كلام لما تقعد وتهدى تقول أنا معرفش أنا قلت كده إزاي، وأنا عملت كده إزاي. واكيد شفت الناس دي في حياتكم كتير، وهما مش بيمثلوا، هما حقيقي مش بيبقوا عارفين هو ده حصل ازاي،
وهشرح لكم دلوقتي ليه ده بيحصل، يعني ليه احنا بنبقى اوت اوف كنترول، يعني حاجه ليها علاقه بشغل الدماغ. القصه دي يعني قريتها على الانترنت، ما اعرفش اذا كانت يعني مدى صدقها، ولكن يعني كانوا بيقولوا ان هي قصه حقيقيه. بتقول ان اب كان مشتري عربيه جديده، والاب ده مش عارفه حكيتها لك ولا لا قبل كده، بس احكيها ثانيه يعني. والاب ده طلع يعني فلقى ابنه بيكتب بمسمار على العربيه، تمام، العربيه الجديده، وانتوا عارفين بقى العربيات الجديده لما تيجي بنبقى يعني عايزين نشيلها جوه في اوضتنا اساسا. فلقى الولد ماسك مسمار وبيكتب على العربيه، فراح الاب ما حسش بنفسه، كان في عصايه خشب جنبه، فراح ايه ضرب الولد على ايده اللي ايه اللي كان بيكتب فيها دي، ضربه جامد جدا. اكتشف ان الولد قعد يضربه كتير، يعني في ايده كتير بقى، انتوا عارفين بقى الغضبانين بقى والعربيه دافع فيها دم قلبه، فقعد يضربه كتير على ايده. اتفاجئ بان الولد ايده بتنزل. لما راح بيه المستشفى كانت العصايه دي فيها مسمار، المسمار كان يعني مصدي او مسموم. المهم كان الولد دراعه تقريبا باظ خالص، وكان لازم يحصل بتر للدراع. وكان الولد في عز الازمه دي كان بيقول لباباه طب خلاص انا مش هعمل كده تاني، بس رجع لي دراعي. ده مفهوم الاطفال لما احنا بنتعصب عليهم، طب خلاص مش هعمل كده تاني، بس الولد ساعتها قال له كده خلاص بس رجع لي دراعي. فالاب لما رجع يعني لقى ان الولد كاتب له يعني بحبك يعني بس على العربيه. القصة دي بقولها لكم ليه؟ بقول لكم هو ايه اللي يخلي اب يكون سبب في ان ابنه تحصل له عاهة مستديمة؟ الغضب. ايه ده بجد؟ هو ممكن اب جد ممكن جدا. مش عارفة فرجتكم المرة اللي فاتت على دانيال سيجل. دانيال سيجل عالم في الدماغ، يعني في علم الدماغ، فقال عمل كده موديل عشان يوسط للناس شغل الدماغ. فعمل حاجة اسمها brain in the palm of the hand. يعني ايه؟ يعني قال ان ده يخلينا نتخيل ان ده الدماغ بتاعنا، وده مكان في الدماغ اسمه الكورتكس تقريبا، بيبقى فيه الذكريات والالام والذكريات الحلوه والوحشه والاحكام اللي احنا حاطينها على الناس وكل حاجه. وده اللد ده المسؤول عن السيطره والتحكم، وفي الجزء ده من الدماغ اللي هو في الجبهه الاماميه، الجزء ده من الدماغ يعني مسؤول عن حل المشكلات، مسؤول في الحكمه، في الاتزان، في السعاده، في تمام. وهنا في الجزء ده اللي هو ايه الفايت اور فلايت ريسبوند، في الحته دي من الدماغ برضو في فايت اور فلايت ريسبوند اللي هو بيطلع بقى وقت الغضب. طيب لما بنغضب مش بس وقت الغضب، وقت الغضب وقت القلق الفايت اور فلايت ريسبوند. لما بقى احنا ده الشكل الطبيعي للدماغ الانساني، هو هادي تمام متزن، عارف جسمه هادي، عارف ياخد قرارات، عارف يحل مشاكل. اول ما بيغضب او اول ما يحس بمشاعر سلبيه بيفلب، هم بيقولوها كده ويفلب ذا لاد، يعني ايه؟ يعني خلاص اوت اوف كنترول. ممكن يبقى عندك بقى فكره الذكريات، فعشان كده لما ابنك مثلا يعمل لك حاجه فانت بقى وضع دماغك بقى كده دلوقتي، انت خلاص اوت اوف كنترول. ممكن بقى تقعدي تفتكري ما الاسبوع اللي فات ده عمل لي كذا، والاسبوع اللي قبليه ده عمل لي كذا، ما هنا الذكريات بقى، هتفتكري الذكريات المؤلمه خلاص، والفايت اور فلايت ريسبوند. فانت خلاص يو فليب ذا لاند، يعني استحاله تعرفي تاخدي قرار، واستحاله تعرفي تفرملي كلامك، واستحاله تعرفي تفرملي افعالك طول ما دماغك بالشكل ده. لازم اعمل ايه؟ لازم اهدى ودماغي ترجع تاني عشان اعرف اتكلم واعرف اوزن الامور واعرف احل المشكلات خلاص. عشان كده في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليسكت، ما تتكلميش، يعني لو حد فينا غضب ما تتكلميش وانت غضبانه. طيب فدي نقطه مهمه، حاجه مهمه عشان نسيطر على افكارنا وان احنا نفهم دماغنا ماشيه ازاي. عشان كده انا شرحت لكم اللي هو دانيال سيجل، وعايزاكم تبحثوا على اليوتيوب كمان، انا لو قدرت ابعت لكم الفيديو على الجروب هبعته لكم عن الموضوع ده. الموضوع ده مهم، اشرحوا لاولادكم فهموهم دماغهم ماشيه ازاي عشان يعرفوا وقت ما غضبهم تشرحوا لهم انت دماغك فين، انت دماغك عامله ازاي دلوقتي، تمام؟ انت دايما الصوره دي بتخليني لا انا عايزه اهدى عشان دماغي تتزن تاني وترجع ابقى هاديه تاني. لان انا طول ما انا فاهمه ان انا دماغي مش في وضعها الطبيعي، ابقى فاهمه ان انا اسوأ حالاتي، يعني هاذي نفسي او هاذي اللي حواليا. طيب ايه نوع الغضب الغالب عليك؟ هسيبكم دقيقه تفكروا في السؤال ده، يعني ايه نوع، مش دقيقه يعني نص دقيقه، ايه نوع الغضب الغالب عليك؟ هل هو غضب سلبي ولا غضب عدواني ولا غضب حازم؟ نخليها نكتب على الشات، او اللي حابب طبعا او اللي حابب طبعا يتكلم يعني.
ساعات الغضب تنفيس على مشاعر. انا هتكلم في النقطه دي يا هبه، اللي هي ساعات بيكون الغضب تنفيس. طبعا انا مش مع كبت الغضب خالص، ما هقول لك ازاي. شكرا يا جهاد. مش بلاقي نفسي بسكت ومش بعرف اخد اكشن في نفس اللحظه، بمعنى اصح دي حاجه تعتبر كويسه، المهم تكوني بتاخدي موقف. بس يا ايمان، يعني فكرة انك مش بتنفعلي فتاخدي اكشن على طول دي حاجة كويسة جدا، يعني مش حاجة وحشة. اللي هو الفريز، هو فريزنج، بس انت لازم تاخدي اكشن بقى. غضب عضوي، غضب حاسم، حلو قوي. انا بسيطر على عصبيتي جدا بس بحس ان يحصل لي حاجة كده فانا بكتم جوايا. لا، في فرق بين كبت الغضب والتنفيس عن الغضب. احنا هنتكلم دلوقتي في ازاي نعمل ايه طب لما اغضب، لان انا اكيد مش بقول لكم كده عشان عايزاكم تكتموا جواكم الغضب، لان ده حاجه سلبيه، ده نوع من انواع الغضب السلبي. ساعات بيجي عليا يوم انفجر لاني بكون خلاص. طبعا يعني طبعا هيحصل لك كده لان انت بتكتمي جواكي. غضب سلبي وعدواني، يا ريت ان نتحكم. هقول طبعا، هي السيشن النهارده عشان اقول. بشوف غضب بسرعه قوي عن اللي حواليا. سلبي وحاسم لما بكون واعية لنفسي. هو فعلا الغضب الحاسم او الحازم ما بيحصلش غير لما تكوني واعية، لما يكون دماغك كده. لا، استحالة الغضب يكون حازم لو انت الدماغ بتاعتك مش في وضعها الطبيعي. استحالة تلاقي نفسك بتقولي كلام او بتكتمي بقى جواكي وتجيلك بقى افكار سلبية. غضب عدواني ومذموم ومحمود وكل انواع الغضب. طيب اوكي، ايه اكتر، ده سؤال تاني خلينا نفكر فيه برضو. انا عايزاكم تاخدوا بقى في السؤال ده تفكير، اكتر حاجه بتوصلك للاكستريم فعلا، يعني لما بتحصل بتبقي مش قادره، يعني خلاص صعب جدا تسيطري على غضبك. مش عارفه اني رشا، هو انتوا سامعيني؟ دعاء تمام، سامعيني؟ طيب اوكي، مش عارفه ليه الشات او الحاجات مش طالعه عندي بس تمام. لا الشات طالع عندي. لا حد كاتب لك لما بعيد الكلام كتير. ايه كمان؟ فكروا في اكتر حاجه متعصبتوا فعلا. حد يجي على امي قدامي لما بحس بعدم الاحترام من اللي قدامي ليا، الكذب وقلب الحقائق، لما بكرر نفس اللي قلته كذا مرة، لما حد بيغير كلامه ويقول لي معنى غير اللي قلته، لما بشوف حد بيتظلم على حسب الموقف وعلى حسب مودي بصراحة، ولادي بيعصبوني. كلنا ولادنا بيعصبونا يا رني. مش حد ولده مش بيعصب يعني، هو الشعري يعني. أما حد يدخل في تربيتي أو حياتي الشخصية، رنا البرود بينرفزها، البرود بينرفزنا كلنا برضه. الكذب وقلب الحقائق. تمام، حلو جدا. بصوا، ايا كان السبب اللي بيعصبكم، ليه سألتكم السؤال ده؟ عشان احنا في الاول لو تفتكر اول سيشن قلنا ان في غضب محمود، اللي هو انت بتسيبي بقى بتبقى الدماغ وبتسيبي اللي هو الفايت اور فلايت ريسبونس يمشيكي زي ما انت عايز. اي حاجه تانية يا جماعه قليله، اي حاجه تانية قليله جنب المعاني اللي احنا قلناها في الاول. يعني احنا قلنا الغضب المحمود امتى بيحصل؟ لما بدافع عن ارضي وعرضي، ولما بدافع عن خطر بيهدد حياتي او بيهدد عيلتي، حد عايز يسرقك، حد عايز يخطف ابنك منك بعد شهر، يعني حد عايز ياخد شنطتك، حد عايز يعمل فيكي كارثه، تمام؟ فساعتها تاخدي اكشن سريع ومن غير تفكير. لكن اي حاجه تانية جنب الحاجات اللي احنا بنقولها دي هينه جدا، يعني ينفع نتعامل معاها بحزم، ما بقولش نتجاهلها، ينفع نتعامل معاها بحزم. يعني تخيلي مثلا لو احنا بنوزن ان المعاني اللي احنا بنقولها دي اللي هي فيها غضب مطلق مع ان ابني شقي،
او ابني او واحده بارده في حياتي يعني. لا ما فيش حاجه تستدعي ان انا اوصل للمرحله دي غير اللي احنا قلناه ده. طيب اعمل ايه بقى؟ طب ما انا في مواقف كده بتستفزني. لازم نفهم حاجه، ان خلف العصبيه اللي احنا فيها دي بيبقى فيه هيستوري لازم ابقى واعيه بيه عشان خاطر اعرف احله. يعني ايه؟ يعني انا ايه اللي خلاني كده؟ يعني ايه اللي خلاني موتره دايما وعصبيه وصوتي عالي وممكن اضرب وممكن اشتم وممكن، وناس كتير تقعد تقول والله العظيم انا كنت كده قبل الجواز، والله انا ما كنت كده قبل الخلفه، انا كنت كويسه جدا ومتربيه جدا وبنت ناس جدا، بس الولاد بقى وجوزي طلعوا يعني حاجات كده ما كنتش عارفاها ازاي. طب ايه اللي بيحصل؟ في حكايه ورا الغضب ده. اول حاجه مش لازم كل الاسباب تبقى عندنا، ممكن يبقى عندنا سبب سببين، ممكن يبقى عندنا الاربع اسباب. اول حاجه تجارب الطفوله، يعني واحنا اطفال غضبت واتخبطت واتدبدبت على الارض فمامتي وبابايا استجابوا لده، فبالتالي انا اتعلمت الرساله اللي وصلت لي ان العصبيه بتجيب لي اللي انا عايزه، فانا كبرت وانا بتدبدب برضه. يعني ايه؟ يعني جوزي يعمل عايزه حاجه مثلا جوزي يعملها لي، فتلاقوني بطلبها زي الاطفال، انا متعصبه عشان انا واصل لي بشكل لا واعي ان العصبيه بتعمل اللي انا عايزاه. فانا متخيله ان انا لما اتعصب على اولادي هيعملوا اللي انا عايزاه، مع ان على فكره يعني تربويا الانسان العصبي اللي صوته عالي اللي بيضرب مع الوقت ولاده بيعتادوا ده، فبيبقى ملوش اي يوسلس، ملوش اي تاثير. تمام؟ فدي تجارب الطفوله. النشأة في بيت عصبي، النشأة في بيت عصبي شيء بشع في ان الطفل يبقى عصبي. فلو انا اتربيت في بيت عصبي فطبعا هبقى عصبي، ولكن زي ما قلنا إدارة الغضب دي حاجة بتكتسب مش حاجة موروثة، هي في الآخر نشأة اجتماعية، فبالتالي انا اقدر اتخطى ده واتعلم المهارة، فهي حاجة مكتسبة عادي جدا ان انا اشتغل على نفسي واعمل. لكن عامة ممكن يكون أحد أسباب عصبيتي إن أنا أصلا مولودة يعني اتربيت في بيت عصبي، كلنا بنتكلم بصوت عالي، كلنا بنزعق، كلنا ممكن نمد إيدينا، فده يخليني شخص عصبي. تالت حاجة ممكن تخليني شخص عصبي إن أنا مش متقبلة حياتي، يعني أنا قرفانة من البيت وقرفانة من العيال وقرفانة من الشغل وزهقانة من جوزي وزهقانة، أنا مش راضية، أنا عندي حالة من عدم الرضا. حالة عدم الرضا دايما في الاساس بتسبب غضب، يعني دايما اللي هتلاقيكي غضوبه دايما لو انت مش راضي عن حياتك، فده سبب. رابع سبب وده هتلاقيه عند معظمنا ضغوط الحياه، يعني ضغوط الحياه بقى وخبرات مؤلمه وتجارب سلبيه، اللي انا اتخانقت مع جوزي ورحت عند اهلي وانا ضغطت وظروف ماديه مش عارفه ايه ضغطاني، الضغوط دي كلها بتسبب غضب، بتخلينا غضبانه. تمام؟ فدي اسباب الغضب، يعني انت تبقي فاهمه برضو واحنا قاعدين مع نفسنا، واحنا قاعدين مع نفسنا وبتك على السين، ان لازم نقعد مع نفسنا ونسال نفسنا الاسئله دي، هو انا كده ليه؟ هو انا متضايقه ليه؟ انا غضبانه ليه؟ هل ده الاسباب يعني، هل انا عشان انا كنت كده من وانا طفله؟ ولا انا عشان انا كان بيتي؟ ولا انا عشان حياتي؟ طب ازاي اقبل حياتي لو انا مثلا مش متقبله حياتي؟ طب ضغوط الحياه ازاي اتخطى ده؟ لازم نعمل القعده دي مع نفسنا عشان نهدى، لان على فكره يا جماعه احنا اللي محتاجين نهدى، يعني مش عشان اللي حوالينا، يعني انا مش بديكم السيشن دي عشان الولاد ولا عشان اجوازتكم ولا عشان اسركم، انا عشان انتوا تستحقوا ان انتوا تكونوا هادين، لان الـ بجد العصبيه من الحاجات اللي بتاذينا، احنا بتاذي روحنا، فتلاقونا دايما احنا متنشنين، احنا لو اتكلمنا عن اللي بيحصل لجسمنا وقت الغضب مش هتصدقوا، ضربات قلب بتبقى سريعه جدا، ممكن وقتها الناس اللي بيجي لها سكته دماغيه او سكته قلبيه، السكر، الضغط، الامراض دي كلها ايه سببها غير ان احنا طول الوقت متعصبين. طيب السؤال ليك، يا ترى ايه سبب الغضب؟ ميسا ميسا رفع ايديها. اتفضلي. ممكن والباقي بقى يضوء يفكر. هلو هلو، ازيك يا استاذه دعاء؟ عامله ايه؟ عامله وحشتينا ايه؟ والله. وحشتيني، وحشتوني كلكم والله، واي مس بجد كل الايام الاربع اللي فاتت. والله، وانت كمان وحشتنا البوزيتيف انرجي بتاعتك يعني. ثانك يو سو ماتش. هي مش هتبقى بوزيتيف قوي دلوقتي الحقيقه، لان انا عادي يعني. هعترف اعتراف مش لطيف خالص. انا للاسف انا عندي مشكله، بس انا مضطره اعترف الاعتراف ده عشان لو في يعني لو هتقدري تساعديني يا ريت، لان انا بدات انا اللي اتضايق واتعب، يعني بدا الموضوع ينعكس عليا فيزيكلي كمان، يعني جسديا انه انا بتعب بقى. عندي مشكله في ان انا بصحى من النوم، يعني لسه ما حدش عمل لي حاجه، بس بصحى عصبيه جدا، مش عايزه حد يكلمني خالص،
بعد ساعة ببقى واحدة تانية، وقبل النوم برضو بساعة تقريبا برضو زومبي. يعني معرفش ايه اللي بيحصل، بس يعني فقرة بالليل دي ليها فقرة لوحدها. يعني برضو بيبقى يعني بوصل للبيك في الزعيق والعصبية والغضب. ليه برضو معرفش، هل عشان انا مثلا، يعني انا مش من النوع مثلا اللي بيتحمل ويجي على نفسه ويسكت، كنت كده يمكن زمان، بس دلوقتي انا لا، يعني كل حاجه بتضايقني بعبر عنها على طول. بس ايه اللي بيحصل لي بالليل انا مش عارفه بجد، يعني هل انا بس ولا دي حاجه معروفه يعني في الـ يعني ما اعرفش هل ليها حل. انا نفسي فعلا الاقي لها حل، لان انا من غير تركيز، يعني بدون تركيز في الموضوع، انا بلاقي نفسي زي الأطفال كده، البيبيز لما بيبقوا عايزين يناموا ويبتدوا يغلسوا، أنا بلاقي نفسي بعمل كده بالظبط للأسف. وفعلا الموضوع ده بقى مزعج، يعني حتى ممكن أبقى قاعدة مع ناس أبتدي أقلب وشي، إيه ده، دي اللي كانت قاعدة بتهزر وبتضحك، هي مالها، حصل لها إيه؟ فببتدي مرة واحدة أوت أوف نو وير أبتدي أتضايق أتضايق، مش إن أنا أقفل، أو ممكن أقعد ساعتين ثلاثة بعدها ما أنامش، بس بتضايق، ببقى عايزة اليوم يخلص، طاقتي بحس إنها خلاص يعني خلصت. أول ما بحس إن طاقتي خلصت ببتدي أنا أتعصب أو أعبر عن ده بغضب، بصورة غضب. ف يعني أحب أسمع منك تفسير، دايما بتفيديني بصراحة يا أستاذة دعاء، فيا ريت لو في حل للموضوع ده أكون شاكرة جدا. وبجد والله وحشتوني جدا جدا، وكان كل يوم أربع بيجي بحس إن لا، في حاجة ناقصة، يعني النهاردة اليوم إزاي يعدي كده من غير الميتنج بتاعنا. فأنا مبسوطة قوي بجد إن إحنا رجعنا تاني نعمل الميتنج ده. Thank you so الحمد لله much. رب العالمين. في اجماع على بالليل يا عيد. في كمان رانيا كاتبه لك انا كمان قبل ما بنام ببقى متعصبيه جدا وبزعق. في باسم طاهر، طبعا ممكن ما تكونش طاهر او مامة طاهر، انا كمان بتعصب خصوصا بالليل، بقلب ساحره شريره بزعق عشان يناموا. طيب ايه بقى انا موضوع احكي بالليل لكم ده دعاء؟ الحقيقه، يعني بما ان موضوع بالليل ده، يعني انا كنت بمر بالتجربه دي، ان انا بلاقي نفسي بالليل ساعات انا برضو بحس، يعني لما اشتغلت شويه على موضوع افكاري الموضوع بدا يهدى معايا شويه. يعني انا كنت بشتغل، انا بصحى من الساعه 6 الصبح، ففكره ان الولاد يتاخروا ثانيه عن ميعادهم، انا بقى بيبدا جوايا ايه، انا هصحى 6 الصبح، انا لسه ورايا مش عارفه ايه وعايزه اعمل ايه، فلازم الحق انام. فبتبدا كميه الافكار السلبيه تتجمع عليا بالليل، اللي هي بتاعت الهم بقى اللي عندي تاني يوم. تاني حاجه ان احنا لما بنرهق نفسنا قوي في اليوم كله، فبنتوقع من ان الكون كله يبقى مسخر ان احنا نرتاح، والحقيقه ده مش الواقع. يعني الحقيقه غصب عن يعني عننا ان الولاد مش هيستوعبوا ان انت طالع عينك طول اليوم. فاحنا عندنا حلين، يا اما الولاد لو هما صغيرين، يعني انا دي تجربتي، بدات ادخلهم بدري عن الميعاد الطبيعي اللي انا بقى، يعني مثلا انا كانوا بيناموا 9، فبدات ايه عقبال ما يناموا تبقى 10، يعني ندخل السرير 9 عقبال ما يناموا يبقى 10، لقيت ان ده بيوترني فعلا. وبدانا ندخل 7، تمام، قدمت شويه الميعاد، ندخل للسرير 7 واقعد معاهم شويه، حتى لو اتاخروا شويه ببقى انا ريلاكس، لان احنا لسه في الميعاد الطبيعي مثلا. إيه، انت نحاول نريح نفسنا بقى يا جماعه. يعني احنا لما بيطلع علينا طول اليوم فعلا بنيجي على اخر اليوم بنبقى مستنزفين، انا مش مستحمله حد يطلب مني حاجه، مش مستحمله. وانتوا عارفين طبعا العيال بيجوا بقى بالليل بالذات، يعني لو خلاص داخلين ينام بيجوعوا، عايزين يدخلوا التواليت، اللي يقول لك عايز استحمى، حاولوا تخلصوا الحاجات دي بدري وحاولوا تريحوا نفسكم. يعني انا بقول ما حدش يجي على نفسه قوي الحقيقه، يعني في شغل البيت للناس اللي مش بتشتغل، في شغل البيت لو في حد ينفع يجي يساعدك يساعدك. ريح، يعني نريح نفسنا، لو احنا مش هينفع نريح نفسنا كل يوم، فعلى الاقل يبقى لنا قسط من الراحه بشكل اسبوعي، بالذات الناس اللي بتشتغل. يعني انا يعني اقول ان معظم الناس اللي بتشتغل بيبقى عندها الازمه دي قوي، لان هم بيبقوا طالع عينهم حقيقي من صحيان بدري للشغل اللي يجوا شغل البيت، فده بيوصلنا كده في اخر اليوم لحاله مزريه. يعني انا حاسه بيكم جدا. فانا تجربتي بتقول ان انا لما ظبطت سيستم حياتي، يعني ظبطت الشغل، بدات اروح متاخر او اشتغل بارت تايم، فرق معايا جدا جدا. انا عارفه ان ده مش متاح لكل الناس، بس يعني دي احد الافكار يعني اللي بنطلع منها بايه، ريحي نفسك، يعني ما تجوش على نفسكم، احنا مش مكان،
ومش مطلوب مننا نبقى مكان، يعني مش مطلوب مننا ان احنا نبقى مكان، احنا بني ادمين. فبالتالي ما تجيش قوي، فتتوقعي من الناس اللي حواليك اللي هم اولادك وجوزك ان هم بقى يشيلوكي على كفوف الراحه، مش هيشيلوكي لان انت اللي اخترتي. ومش بقول ان هم حاجه وحشه، لا، هم في الاخر ليهم متطلبات. فانت ارتاحي، ريحي نفسك، ادخلي لسريرك بدري. فكره الشاور قبل النوم وانك تشربي حاجات دافيه قبل النوم بتساعد كتير، بتساعد في فكره الهدوء. ونعود نفسنا ان فقره قبل النوم دي يبقى فيها حاجه مريحه بالنسبه لنا. فمثلا انا كان بيفرق معايا ان انا لو هقرا قران قبل ما انام، او لو هسمع حاجه بحبها قبل ما انام، الحاجات دي بتفرق. يعني اعملوا مود، تمام، لحد ما تتعودوا. في الاول هتبقي مستغربه او حاسه ان مفيش وقت، لا، هو في وقت، يعني هو في وقت لنفسك. واحنا قلنا قبل كده ان لازم يبقى في وقت. انت لو اخدتي الشاور وحضرتي حاجه دافيه تبقى دافيه عقبال ما انت تاخدي الشاور وتطلعي وتدخلي اوضتك، تمام. لو انت ولادك صغيرين تنيميهم وتعملي الفقره دي، الفقره دي مهمه وبتفرق كتير جدا. وقللي المهام اللي عليكي، لو في مهام ممكن توكليها لحد تاني زي الفل، طالما انا قادره ان انا اجيب حد مثلا يساعدني في البيت اعملي ده، لان في مهام ما ينفعش حد يشيلها عنك، بس في مهام احنا بنهلك نفسنا فيها وفي ناس تقدر تقوم بيها عنك. لو انا مش في احتياج قوي جدا 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 للفول تايم جوب، ان الشغل بدوام كامل، ان خلاص اشتغلوا بدوام، بنص دوام او بارت تايم، يعني قللوا من عليكم اطلعوا بره الدوامه دي، هي اللي بتعمل كده دايما، بتخلينا تعبانين، حاسين احنا ضحيه. يعني هذه التجربه اللي انا مريت بيها. يعني مش عارفه جاوبت على سؤالك ولا لا. طب دعاء الصبح، الناس اللي بتصحى الصبح متعصبه. والله انا بصي مش بحسها عصبيه، انا بحس يعني في ناس نمطهم انه بيصحوا من النوم مش عايزين يمارسوا اي ممارسات حياتيه. يعني انا مثلا مش كده، بس انا زوجي كان كده وانا كنت مستغربه جدا في الاول، بس اكتشفت ان هو يعني هو مش حاجه وحشه، هو انسان عايز نص ساعه ما حدش يكلمه. فخلاص انا بعرف، لما عرفني وعرف الولاد ويعني عرفنا، فخلاص بقينا متقبلين ده ومش بنطلب او مش بنحط مشاكل بقى اول اليوم. فانت يا ميسا قولي لاولادك ان سيبوني ساكته، يعني سيبوني شويه اول ان هم محدش يطلب مني حاجه، محدش، مش هعمل حاجه، يعني انا مش هعمل حاجه في الوقت ده، تعالوا كده بعد نص ساعة أو ساعة وبعد كده نتعامل. بس انت حاولي تقللي المدة شوية، يعني ساعة كتير قوي، يعني ساعة بعد الصحيان كتير قوي. بس بحس ان ده تايب شخصية، يعني مش سببه حاجة ان الناس ما بتحبش حد يزن عليها أول النوم. ده ناس كتير جدا أعرفهم كده وبيبقى يومهم عادي وبيكمل، أول ما بيفوقوا بيبقوا زي الفل، يعني هم ما فيش أي حاجة، لكن هي فقرة أول النوم بيحبوا يضربوا كده ما يفكروش في أي حاجة. انا حاسه ان ده تايب شخصيه، يعني مش لازم ان شاء الله. طيب ازاي بقى اتعامل مع الغضب؟ انا دلوقتي غضبانه جدا والحياه كلها مسببه لي غضب وقرفانه من كل حاجه في الدنيا، عايزه اوصل للغضب الحازم، اعمل ده ازاي؟ اول حاجه زي ما قلنا انك تبقي فاهمه سبب غضبك ايه. هو انا ليه عصبيه؟ تمام، تبقي يعني محدده جدا انا ليه عصبيه. وتاني حاجه تحترمي غضبك. عادي جدا، عشان بس ايه اللي بيحصل ان احنا بنتعصب فنيجي بقى نقعد نلوم نفسنا بقى وجلد الذات وان ازاي انا اتعصب وازاي. بصوا عادي جدا اني احس بالغضب، عادي، من حقي، حتى لو على قد من الاسباب، لكن مجرد الشعور من حقي. لما بقول لنفسي الكلام ده بطمن، يعني ببقى اهدى شويه. خلاص، طيب وبعدين، يعني وماذا بعد؟ وبعدين ابدا اقول لنفسي اني طيب انا عايزه، يعني اول حاجه انا عايزه اقلل يعني فترات العصبيه. فبدل ما انا بتعصب على ابني مثلا كل ساعه بزعق له، لا، انا هخليها كل ساعتين. تمام، فدي نقطه مهمه. احترمي غضبك، ولما تقعدي مع نفسك ما تلوميش بقى وتقعدي تجلدي ذاتك، قولي لنفسك تمام انا اوكي، عادي جدا، انا انسانه، انا بغضب فعادي جدا، انا بس عايزه اتحكم في سلوكي. خلاص، دي نقطه بتطمنا وتخلينا مش طول الوقت حاسين بالذنب. طيب تاني حاجة، قف فكر تصرف. ده تكنيك في إدارة الغضب عامة، وبنعلمه للأطفال وعلموه لأولادك. وأنا لما الأطفال في المدرسة كنت بعمله لهم على إشارة المرور. الخلفية الصوتية دي مشتتاكوا أو حاجة ولا عادي؟ مركزين معايا؟ لا خلاص، أخدنا عليها، أخدنا، اتعودتوا خلاص؟ إيه ده؟ بعلمها للأطفال في المدرسة إن قف فكر تصرف. عارفين إشارة المرور، أبيض أحمر أصفر أخضر، فهي كده stop think then act. طيب
حد بيقول حقيقة ولا مستمع؟ هعمل ايه؟ دي بقى السؤال بتاعي. طب اعمل ايه لما اتعصب؟ اول حاجه اقف، ما تتصرفيش، ماشي؟ ما تتصرفيش وانت متعصبه. ابنك عمل حاجه، امسكي كده نفسك واهدي. ليه؟ عشان انت عايزه دماغك ترجع كده تاني. انت لما بتتعصبي فعلا فعلا بيبقى ده شكل دماغك، خلاص انت مش الشكل الطبيعي. يو فليب ذا ليد، تمام؟ يعني يو فليب ذا ليد يعني انت مش في الوضع الطبيعي، فانت هتعملي مصيبه لو اتصرفتي دلوقتي. هتعملي مصيبه، هترني الولد علقه، هتزعقي جوزك وصوتك يجيب العماره اللي جاي اللي جنبك، هت ممكن مامتك ساعتها مش هيبقى لينا كبير، يعني ممكن تلاقيني اتعصبت على مامتي يعني. فلازم تقفي. ليه اقف؟ عشان الهدف من الوقفه دي ان انا ارجع تاني هاديه، ارجع اندر كنترول. طيب هعمل ايه يعني لما اقف؟ هقف وهبدا اخد نفس. مشكلتنا كلها في وقت الغضب ان ضربات قلبنا بتبقى سريعه جدا ونفسنا بيبقى، مش انتوا بتشوفوا الناس في الافلام تقعد؟ فده يخلينا اكتر منفعلين. اقفي وعدي من 1 لـ10، خدي نفس كويس، خدي نفس، طلعين بقى كمان. طب ناس كتير تقول يعني انا دلوقتي متعصبه. على فكره الدنيا مش هتتهد يعني، انا دلوقتي الولد عمل المصيبه. قومي كده قرري انك تسكتي، لمي المصيبه اللي عملها وخشي اوضتك، تمام؟ يعني احنا ما حدش بيجري ورانا، عشان بس احنا بيبقى عندنا قناعات ان بيبقى إن لا لازم اخد اكشن دلوقتي. لا مش لازم، انا مش لازم اكون رد فعل لاي حد، وده منتهى القوه وده منتهى الحزم، تمام؟ ان انا باخد رد فعل لما انا اكون عايزه اخده، مش عشان انا رد فعل حد، تمام؟ عشان بس القناعات اللي احنا لو ما خدتش حقي دلوقتي هيقول عليا مش عارفه ايه، يقولوا اللي يقولوا. المهم ان انت في الاخر اما نيجي في نقطه التصرف هتاخدي الاكشن. بس انت دلوقتي هتقفي، هقف اعمل ايه؟ اول حاجه موضوع النفس مهم جدا، وبناخده يعني شهيق شهيق قوي وبنطلعه شهيق قوي، تمام؟ فبنعمل ده مثلا 10 مرات. طيب ايه كمان؟ اتوضي اتوضي، لان في حديث مثلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار. فامتى؟ فلما بنتوضى بنهدى، تمام؟ اتوضي، خدي نفس، اسمعي حاجة بتريحك. على فكرة القصة دي كلها ممكن ما تاخدش أكتر من 5 دقايق. أول ما تطمني إنك بجد هادية، بجد هادية، ابدأي بقى فكري هعمل إيه، تمام؟ أنا دلوقتي خلينا ناخد مثال بقى إيه؟ أنا دلوقتي اكتشفت إن ابني المراهق بيتفرج على مواقع مش كويسة، خلاص؟ لو انا خدت، بصوا انا اول ما اكتشفت ده طبعا هيحصل لي كده، طبعا اي فلاب ذا ليد. لو انا سبت نفسي للفايت اور فرايت ريسبوند ان انا بقى هفايت او يعني هقوم ارنه علقه او ههزقه واقول له يا سافر يا قليل ادب يا اللي مش متربي، واسحب منه الموبايل واعاقبه وما يطلعش من البيت، ده ريسبوند العادي، صح؟ بس لو انا قررت ان انا كده خلاص، انا كده اتصرفت وانا كده، فبالتالي انا افعالي مش محسوبه. بس لو انا سبت الموقف، يعني انا خلاص اكتشفت، فانا دخلت اوضتي، لو هو في الموقف ده وشافني ان انا شفته هبص له نظره حازمه وادخل اوضتي، اهدى، هتوضى، هاخد نفس، هعد من 1 لـ10، هسمع حاجه بتريحني، مش هسيب نفسي للافكار اللي انا ما بقولكوش خشوا الاوضه عشان خاطر تقعدي تقولي هو اصلا مش متربي، تقعدي ايه كلام نيجاتيف. لا، حاولي تغيري الفكره، حاولي تغيري الفكره في الوقت اللي انت قاعده فيه مع نفسك ده. زي ما بقول لكم الموضوع ده احنا بنطولين فيه، بس هو وقت الفعل ممكن ياخد منك 5 لـ10 دقايق. طب لو محتاج وقت اطول خدي وقتك، تمام؟ تمام، لحد ما اضمن ان انا هديت هفكر، طب انا هعمل ايه في الموقف ده؟ طيب هل لو فعلا عملت 1 2 3 ده هيكون مؤثر لي؟ هل ده فعلا هيمنعه؟ لا، انا محتاجه اتكلم معاه. ممكن هو في مرحله المراهقه عنده رغبه جنسيه عاليه، غيري الفكره. ف حبيبي هو يعني هيعمل ايه؟ ما هو عنده رغبه جنسيه عاليه وهو مش هيتجوز دلوقتي، ده لسه قدامه سنين، وهو ربنا جبل يعني، هو ربنا خلقه كده ان هو عنده شهوه، خلاص بلغ، تمام؟ فهبدا اتعامل وهتلاقوا بقى لما تغيروا افكاركم هتلاقوا بقى في نسبه من التعاطف. فالتصرف هيكون ايه؟ هبدا بقى بعد ما فكرت وانا هاديه هبدا بقى اخد اكشن ان انا اتكلم معاه، تمام؟ حبيبي الوضع كذا كذا، انا عارفه ان ساعات ممكن الشيطان يسول لك ان دي حاجه هتريحك، بس خد بالك الوضع 1 2 3، مخاطر اللي انت بتعمله 1 2 3، وانت هتوعدني ب 1 2 3، ونبدا نتصرف،
تمام، ولما تحس بضعف او حاجه تعالى الجأ لي على طول، او تعالى قول لي ونتفكر مع بعض ممكن نتصرف ازاي. نبدا نحط حلول يعني حقيقيه، حلول بتغير بجد، مش حلول تخليه بقى الصراع يعمل صراع معاكي او يعمل حاجه من وراكي، او طب ماشي خدي الموبايل من عندي اللابتوب، او طب ماشي من هنزل بقى مع صاحبي يعني. تمام، فدي الثلاث نقط اللي انت مهم جدا 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 تتدربوا عليهم، اتدربوا عليهم يا جماعه. يعني الحاجات دي انا عارفه ان هي تبان ايه ده، يعني انا بقى لما حد يزعلني هقعد اعمل كل ده، تبان صعبه، بس مع التدريب والتمرين انتوا هترتاحوا. تمام، هتلاقوا نفسكم مسيطرين. وعلى فكره ده زي ما قلت لكم ده قمه القوه وقمه الحزم، لما انا اكون ملكه رده فعلي محدش بيسوقني. تمام، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع الصحابه سالهم اتدرون من القوي، فقالوا القوي اللي بيضرب جامد وكده، قال لهم لا، انما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. القوي بجد اللي بيعرف وقت عزه غضبه يقف ويفرمل نفسه ويقول لا انا هفكر عشان اعمل اكشن بجد صح. تمام، فدول ثلاث خطوات: قف، فكر، تصرف. وقف وحده، فكر في الحلول، ابدا اتصرف. اتفضلي يا رشا. اسف، الصوت قطع، بس الصوت قطع بس من ساعة ما قلتي قوي هو اللي يملك نفسه قطع جامد، فمش عارفة كده كده الصوت كويس. اتظبط تاني دلوقتي. تمام، طيب احنا كنا بنقول الحديث اللي هو انما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، لان ده منتهى القوة، انك تملك زمام امورك. يعني احنا نتخيل او الثقافه اللي احنا فيها هيئت لنا او خلتنا نتخيل ان اللي صوته عالي او اللي بياخد موقف او اللي بقى مش عارفه ايه ويرد، ونبدا بقى نقول لنفسنا ايه ده، انا رديت عليها وجبتها الارض، ونتخيل ان دي القوه. لكن لا، مش دي القوه. مش القوه ابدا انك تكوني رد فعل لاي حد ايا كان مين هو. القوه انك ملكه زمام امورك، وعارفه امتى تعملي ايه وفين وازاي، ومفكره فيه عشان محدش يمسك عليكي غلطه في الاخر. مثلا لو انت في مشكله مع جوزك، ودي باي اكسبيرينس، يعني لو انت في مشكله مع جوزك خلاص، او مع مامتك مثلا، او مع حد كده، او مع مديرك في الشغل، لو انت في مشكله وتعصبتي وقتها، هتلاقي الحد الطرف الثاني ده سايب المشكله وماسك في رد فعلك. انت ازاي تقولي لي كده؟ انت ازاي تعلي صوتك؟ فانا ليه بقول لك كده بقى؟ ليه نسيطر على غضبنا؟ عشان لما اروح اتكلم واتصرف يبقى انا كلامي محسوب وموزون، ويخلي اللي قدامي فعلا مركز في المشكله، مش مركز في ردود فعلي، لان انا ردود فعلي حاسباها كويس ووزنها كويس. فدي نقطه مهمه. انا عارفه ان التطبيق مش طول الوقت بيبقى سهل، لكن الديزيرف يعني هو يستحق اني ابذل مجهود عشانه، ويستحق ان انا اتمرن على ده، اتمرن في سيتويشن موقف واتنين. واكتبوا يا جماعه انجازاتكم، يعني مثلا ماشي ده بيبي ستيبس، خلينا يعني مثلا اكتبوا الانجازات. انا الاسبوع النهارده انا بتعصب طول اليوم، انا النهارده عدى عليا موقفين سيطرت فيهم على غضبي وعملت التكنيكس. تمام، وعملت التكنيكس دي بجد، احتفلوا واتبسطوا بنفسكم، ده انجاز رائع. في ثلاث مواقف تاني انا زعقت فيهم مش مشكله، بس في موقفين انت سيطرتي، حلو قوي. الاسبوع اللي وراه انا هسيطر في ثلاث مواقف. الاسبوع اللي وراه واحده استفزتني في الشغل جدا وقالت لي كلام، بس انا سيطرت، عملت التكنيكس ورجعت لها تاني. وانا ما بقولش يا جماعه نكتم الغضب بقى، عشان برضو كان في حد بيسال. طيب انا ضد بقى دايما ان الناس تقول لك ايه، لا خلاص بقى مش هتكلم وخلاص، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لا خالص، انا بكظم غيظي، بس ده مش معناه ان انا ما اعبرش، انا مش بكتم الغيظ. ونتخيل ان الاحسان والعفو والمعاني الحلوه دي ان انا ابقى ضعيف، لا خالص. انا بقول ان انا اهدى وخطوه التصرف، وافكر وبعدين اتصرف. يعني لو مديرتي اهانتني، تمام، فانا لازم ارجع لها واقول لها ان انا مش راضي عن الطريقه اللي انت اتعاملتي بيها معايا. بس في فرق بين ان انا اروح اقول لها انا اتضايقت لما حضرتك عملتي 1 2 3 واتمنى المره الجايه ده ما يحصلش، وفي فرق بين لما انا اروح بقى لا انت ازاي تكلميني كده وازعق ويبقى صوتنا مجلجل. تمام، في فرق بين ان انا اتصرف مع ابني واروح اللي شاف مواقع اباحيه واروح اهزقه واضربه واسحب منه الموبايل واهينه ومش عارفه ايه، وفي فرق بين ان انا متفهمه جدا وفاهمه كل كلمه بقولها له. فانا ما بقولش ما نتصرفش، ما بقولش نكبت الغضب، انا بقول نحسب امورنا ونهدى وبعدين نتصرف. لازم اتصرف، يعني لو جوزي او اهلي او ابني لازم يبقى فيه اكشن. تمام،
امتى بيجي بقى، امتى بيجي ان انا اعفو؟ زي ما برضو العفو عند المقدره، وقت ما اكون قادره اسامح خلاص هسامح، انا مش محتاجه ان انا اتكلم وفلانه دي عملت موقف فمش فارق معايا وهي مش فارقه معايا، اه خلاص اوكي. لكن ما بقاش انا بهري في نفسي وكاتمه بقى غضبي جوايا، لا طالما كده لازم اتكلم. طيب في تكنيك تاني، وده كان بنتعلمه في الباستيف ديسيبلين، المفروض نعلمه للاطفال، بس انا عايزه اقوله لكم لان انا بحس ان هو على المستوى الانساني حاجه رائعه، اسمها الاي مسج. ايه هي الاي مسج؟ الاي مسج بتقول ان لما حد يضايقني او يسبب لي غضب او يجرح مشاعري بستخدم الاي مسج. ايه فكرتها؟ فكرتها بتقول ان انتوا عارفين ان البني ادمين عندهم حاجه اسمها ميكانيزمات دفاعيه. يعني ايه ميكانيزمات دفاعيه؟ يعني عندي اسلحه كده، اسلحه نفسيه، لما حد يجي عليا اروح مطلعه. فلما حد مثلا يجي يقول لي يا دعاء انت غلطانه، اروح مطلعه سلاح التبرير، لا طبعا انا مش غلطانه، انا عملت كده عشان 1 2 3. من الاسلحه الثانيه سلاح الرد والزعيق والصوت العالي، في اسلحه عندنا تمام بنستخدمها عشان احنا متخيلين احنا عايزين نحمي نفسنا، تمام، الميكانيزمات الدفاعيه دي. الاي مسج فكرتها انك تروحي لاي حد في الدنيا بصيغه مش هجوميه، بتتكلمي عن نفسك، لو بتقولي اي فيل، انا حسيت بنقط، لما انت عملت نقط اتمنى المره الجايه ده ما يكررش. فخلينا ناخد مثال، مثلا ابنك، انا حسيت ان انا يعني disappointed، او انا حسيت بالاحباط، او حسيت بالغضب جدا لما انا اكتشفت انك شفت مواقع مش كويسه، بتمنى من ربنا وبتمنى ان ده ما يتكررش تاني. المدير بتاعك، انا حسيت بواحد اتنين تلاته، اتمنى المره الجايه ما يحصلش، تمام. انا بتكلم عن نفسي، ليه بقى؟ ليه بستخدم انا؟ عشان انا مش عايزاه يطلع ميكانيزماته الدفاعيه، يعني انا مش عايزاه خناقه، انا مش عايزه اروح لرشا اقول لها لا ده انت عملتي واحد اتنين وتلاته، فرشا ترد عليا لا ده انت اللي عملت، انا مش عايزه كده، يعني انا مش عايزه كده، انا في الاخر عايزه حل. فبنستخدم برضو تكنيك الاي مسج، تمام. طيب ايه بقى تاني دلوقتي؟ بيبي ستيبس. احنا تعودنا ان كل مره كل حاجه بناخدها يكون في كده شويه حاجات ستيبس نحاول نتدرب عليها. اول حاجه ما تتكلميش اثناء غضبك وركزي على نفسك، دي مش نفسك ده نفسك. دي اول ستيب نعملها، يعني حاولوا تتدربوا عليها الاسبوع ده، ان انا اما اغضب مش هتكلم دلوقتي عشان انا كده انا عايزه اهدى، وركزي على النفس. النفس هيساعدنا كتير جدا ان احنا نهدى خلاص. ودايما نفتكر الحديث، يعني جددوا نيتكم كمان عشان تاخدوا حسنات، اذا غضب احدكم فليسكت. انا بطبق الحديث فانا كمان باخد حسنات، تمام، اذا غضب احدكم فليسكت. طيب غيري مكانك ووضعي جسمك واشتغلي على افكارك. لما احنا بنقول انت، وده برضو ده حديث برضو، ان انت يعني ما توقفيش بقى في السيتويشن المستفز وتفضلي مصممه تحلي المشكله دلوقتي، لا غيري وضعي جسمك، خشي الاوضه الثانيه، لو انت نامي لو انت نايمه اقعدي غيري وابداي فكري، اشتغلي على افكارك. بمعنى يا جماعه مش اقعد بقى اجيب القديم والجديد، مش جوزي ضايقني فادخل اوضتي او اقفل عليا بس اقعد اقول ايوه ما هو من 10 سنين خاني مع جارتي، ومن 15 سنه مش عارفه عمل ايه، وهو اصلا السنه اللي فاتت ناسي عيد ميلادي. ما تعملوش كده في نفسكم، يعني ما تعملوش كده في نفسكم، خشي وغيري وضعي جسمك وتنفسي، وحاولي تلتمسي العذر، وحاولي تشوفي افكار ايجابيه، حاولي تعملي ده لان دي حاجه هتساعدك جدا على الهدوء. تالت حاجة اكتبي انجازاتك الصغيرة في موضوع الغضب. وانا نفسي يعني انجازاتك الصغيرة، يعني تقولي مثلا انا النهاردة سيطرت في موقف، انا النهاردة كنت هضرب بس زعقت، بس ده انجاز حقيقي، انجاز. انا النهاردة بدل ما مش عارفة صحيت قبل ما انام كنت هضرب العيال، لا حاولت اخد نفس كده واحدة وحكيت لهم قصة. الانجازات الصغيرة دي لو عملتوها تعالوا المرة الجاية بجد شاركونا بيها، لأن إحنا لما بنشارك إنجازاتنا مع بعض ده بيشجعنا كلنا، بيخلينا لا والله حابين نكمل، أو لا والموضوع مش حاجة مستحيلة، لا الموضوع ممكن جدا، يعني الموضوع بالتمرين وبمجاهدة النفس الموضوع ممكن جدا جدا جدا. وبس دلوقتي أسئلة بقى، لو حد عايز يسأل سؤال. انا عارفه الناس العصبيين لو في معانا حد عصبي هيحس بقى ايه بقى الكلام المثالي ده، انت بقى ايه هيحس بالمثاليه. مش هنقدر نعمل كده صح، هيقولوا كده يعني. في ناس كتير، بص اول ما نقول لنفسنا، اول ما اقول لنفسي مش هقدر، انت حقيقي مش هتقدري،
يعني انا بقول لك مش هتقدر، لان كلمه مش هقدر بتوقف اصلا وظائف عقلك، لانك خلاص الاوردر جه ان انا مش هقدر، الاوردر جه لدماغك ان انا مش هقدر، فيبقى حقيقي مش هتقدر. بس اول ما تقول ان احنا على الاقل هنحاول والموضوع يستحق ان انا احاول، فان شاء الله يعني الموضوع هيجي بالتدريب، هيجي انا واثقه. يعني لازم اهدى عشان اعرف اخد حقيقي طيب بالظبط. معانا رنا، رفع عليك. اتفضلي يا رنا. رنا، هاي دودو، ازيك؟ ايه ده رنو؟ ايوه ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ بصي يا الحمد دعاء، لله. هو انا مش هقولك مثاليه والكلام ده خالص، هو انا بعرف اكونترول نفسي وما بقى يعني هعرف، بس هتشوفي بقى فيس يعني مش عايزه اقولك بعديه، يعني مش هعرف اتعامل. طول ما انا عديت من 1 لـ10 وما رديتش ساعتها وما اتعصبتش وكل ده، بيبقى بقى سواد بقية اليوم، سواد على اللي عصبني وسواد على بقية كل اللي بيتعامل معايا. طبعا بس خدي بالك يا رنا من حاجه، ان احنا قلنا ان انا ما ينفعش اقف عند نقطه ستوب، احنا قلنا ستوب ثينك اند اكت، يو هاف تو اكت. يعني انت في الاخر لما هتقعدي وتهدي، انا مش بقول لك كده عشان خلاص بقى شكرا المشكله اتحلت، لا انت لازم تروحي للي عصبك وتكلميه، لازم، دي خطوه مهمه عشان ايه؟ شفاء لصدورنا. لكن هي في فرق بين لما اروح وانا من جوه بغلي وفعلا دماغي مش في وضعها الطبيعي، وبين ان انا بروح وانا مسيطره على اموري، في فرق. لكن تروحي اه لازم تروحي، لانك لو ما رحتيش فعلا انت مش هتقدري تبصي في وش اللي ضايقك، يعني منطقي جدا. انا مثلا مديرتي ضايقتني او جوزي ضايقني، فلو انا ما رحتش عاتبته، ولو انا ما رحتش حسيت اني اخدت يعني حقي او قلت له ان ده ضايقني، طبعا مش هعرف ابص في وشه، هفضل جوايا اتزعل. فانا مش عايزاكم تكبتوا، انا بقول ستوب ثينك اند اكت، ركزوا في الخطوة دي، عشان ناس كتير بتقف جدا عند نقطة ايه، ان انا اهدى. لا انت تهدي ومنتهى الشجاعة انك تروحي، فكري وروحي للي ضايقك لازم. ف بس يا رنا هحاول. حاولي. لا وانت شاطرة هتعرفي يا رنا. ان شاء الله بإذن الله. لازم اهدى عشان اعرف اخد حقي. اه يا هبه، الحقيقي ان احنا لما بنبقى هاديين بنعرف ناخد حقنا صح. في فرق بين ناخد حقي بالقوه، وفي فرق بين ان انا اخد حقي واللي حواليا يعملوا عليا علامات، وفي فرق بين ان انا اروح لحد عشان اخد حقي فيقعد يقول لي انت ازاي تعملي 1 2 3 ويطلع لي حاجات كتير جدا غير المشكله. فلما بنبقى هاديين ومسيطرين على امورنا وحازمين، الناس اللي قدامنا عامه ايا كان هم مين، بيبقوا مركزين برضو في المشكله، وبيبقوا قلقانين كده، وبيبقى في كاركتر كده لنفسنا، يعني بنبقى الدنيا بتبقى ظابطه. فا اه لازم نحن. طيب في حد تاني يرفع ايدنا؟ احنا كده تمام. اتمنى ان شاء الله باذن الله المره الجايه اللي هيشارك، اللي هيحاول يعمل انجاز صغير، واعترفوا يا جماعه بانجازاتكم الصغيره واحتفلوا بيها، يجي يشاركنا بيها. حتى اللي حابب يشاركنا بيها على الجروب، او اللي حابب يشاركنا بيها المره الجايه، انا واثقه ان في منكم كتير هيحاول ويجتهد ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله هيكون الموضوع مثمر، يعني هتلاقوا اثره على نفسيتكم انتوا اصلا، عشان انتوا تستحقوا ان انتوا تكونوا هادين، والحياه ما تستاهلش ان احنا نفضل طول الوقت في حاجات نفسيه جوانا، او في ضغوط، او في صراعات. فنفضي اول باول، نهدى ونروح نتكلم، نهدى ونروح نتكلم. فاحب المره الجايه ان شاء الله نشارك بعض بالتجارب. وجزاكم الله خيرا، وخلصنا الحمد لله يا رشا اون تايم ولا اول مره. يمكن حد مكسوف يسال ولا حاجه. يعني هم طالعين من رمضان والعيد وكحك العيد، انا عارفه الاحساس ده بتاع ان انا اصلا مش قادرين نتكلم، احنا عندنا تخمه والناس زايده 10 كيلو، فاحنا خلينا بقى المره دي. تمام. نورتينا دعاء، ربنا يكرمك يا رب. نورتينا وشرفتينا. ربنا يكرمك يا رب يا رشا، ان شاء الله نتقابل الاربع اللي جاي على خير ان شاء الله. حبيبتي ان شاء الله بكل خير يا رب ان شاء الله. تسلم. حد كتب حاجه؟ شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، منورينا كلكم، شكرا ليكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله. هو الاسود يليق بك يا دعاء. حلو حلو، الصفصفه كمان عامله حلو. ان شاء الله نشوفك على خير الاربعاء الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.